السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنشرح مسائل لاب 6 بتاعة البروجرامينج. أنا يوسف خليل ودي امبايرتك. طيب خلينا نشوف أول مسألة بتقول إيه. أول مسألة بتقول لي اعمل simple calculator. الكالكوليتر دي بتعمل عملية ما بين رقمين، يعني أنا مثلا عندي رقم A وعندي رقم B. ايه العمليات اللي ممكن اعملها ما بين الرقم ده؟ ممكن اعمل جمع، طرح، قسمه، والاستريك دي اللي هي علامه النجمه اللي هي ايه؟ التايمز. حلو كده؟ حلو. فبالتالي انا الكالكوليتر بتاعتي هتاخد انبوت A اللي هو الرقم، تاخد الانبوت B اللي هو الرقم الثاني، وهتاخد انبوت واحد من العمليات دي، هو ده المطلوب مني. والاوتبوت اللي المفروض يطلع هو يكون حاجه شبه كده، الرقم الاولاني ما بينهم العمليه الرقم الثاني علامه ايكوال، وده ايه الريزلت بتاعت مثلا ان انا ضربت الرقمين دول في بعض، جمعتهم على بعض، وات ايفر انا عملت ايه. مطلوب مني اعمل المساله دي باستخدام سويتش كيس. طيب خلينا نشوف الكلام ده ازاي هيتطبق ككود. اول حاجه هاش انكلود ايو ستريم، بعدين يوزنج نيم سبيس اس تي دي، وبعدين اخش على المين فانكشن. اكتب ايه بقى في المين فانكشن؟ احنا قلنا ان انا عندي رقمين هاخدهم، فبالتالي هدوس انت. لا بس انا الرقمين دولت لازم يبقوا فلوت، لان انا ما اضمنش اليوزر ممكن يدخل رقمين فلوت، فبالتالي هدوس فلوت اكس واي، ولازم يبقى عندي مخزن اسمه ريزلت مثلا. تمام، ليه؟ عشان اخزن فيه الارقام النتيجه بتاعت الرقمين دول. طيب واعمل مخزن تاني فاريبل اسمه كاركتر، سوري اقصد نوعه كاركتر. ليه نوعه كاركتر؟ عشان الاستريك دي لما هتخش لازم تتخزن كانها كاركتر، ما ينفعش اخزنها على انها سترينج، وفي نفس الوقت ما ينفعش اخزنها على انها انتجر. طبعا ما ينفعش اخزنها على انها سترينج لان السويتش كيس بتبقى محتاجه تشتغل على انتجرز. تمام، فانا اقدر اخزنها على هيئه انها ايه؟ كاركتر. تمام، طيب الكاركتر ده سميه مثلا اوبر اللي هو اختصار اوبريشن. هطلب بقى من اليوزر ان هو يسي ان الاكس يسي ان الواي، وبعدين يسي ان الاوبريشن اللي هو عايزها اللي انا حاططها في فاريبل اسمه ايه؟ اوبر. تمام كده؟ تمام. طيب بعدين تيجي دور السويتش كيس بتاعتي. ايه السويتش؟ انا هسويتش على مين؟ انا عايز اشوف الاوبريشن، فهسويتش على الفاريبل اللي اسمه اوبر. تمام كده؟ تمام. طيب ايه الكيسز اللي عندي؟ والله الكيس ان ده تكون مثلا علامه جمع. تمام كده؟ ساعتها ايه اللي هيحصل لو هي كيس علامه جمع؟ ساعتها اقول ان ريزلت تمام بتساوي اكس بلس واي، انا اجمعهم مع بعض وسي اوت. تمام، هسي اوت ايه بقى؟ سي اوت الاكس بعدين الاوبريشن. تمام، او ممكن احط الاوبريشن انا من عندي اللي هي علامه بلس، وبعدين احط الواي، وبعدين احط الريزلت بتاعتي. صح كده؟ صح. وبعدين اند لاين والسيمي كولوم بتاعتي. طيب انا عندي كام كيس من دولت؟ انا عندي غير الكيس دي في ثلاثه كيسز، ان هي ممكن تبقى ماينس، ممكن تبقى تايمز، ممكن تبقى ديفايدد. صح؟ طيب اجي احطهم بنفس الطريقه كده. طيب وبعدين خلي دي ماينس، دي تبقى ماينس، نغير الاوبريشن هنا لماينس، ونغير الاوبريشن هنا لماينس. طيب ممكن تبقى دي تايمز، فبالتالي اغير دي لتايمز، واغير دي كمان لتايمز. طيب ممكن دي تبقى ديفايدد، فدي تبقى ديفايدد، فدي تبقى ديفايدد. طيب خدت بالك كده من غلطه صغيره انا عملتها؟ ايوه زي ما انت قلت كده، ما حطيتش بريك هنا. تمام كده؟ تمام، وبس كده، هو ده المطلوب مني في الكود. تعالى كده نجرب، تعالى ندخل له واحد وخمسة، والعملية ما بينهم تايمز، فيطبع لي واحد في 55. طيب احنا ليه ما طلعناش المطلوب؟ الغلطة دي طلعت بسبب ان احنا ما حطيناش علامة الايكوال، ده اللي كان ناقص في المطلوب. فبس احنا هنزود علامة الايكوال دي في كل جملة كانت ناقصة معانا. تعالى هنزودها هنا، وبكده نكون زودناها في كل مكان. تعالى نعمل سيف ونعمل رون تاني. نحط واحد، نحط ستة، نحط علامة الجمع، تطلع 1 زائد 6 بتساوي 7. هو ده كان المطلوب في السؤال. طيب خلينا نتكلم بقى في المسألة التانية. المسألة التانية بتقول لك ايه؟ write a program that reads 10 numbers from the user. انا هكتب بروجرام بياخد 10 ارقام من اليوزر، يبقى دي اول حاجة هعملها. بعدين يعمل ايه؟ يكالكوليت the sum of the even numbers that are divisible by 3 or 5 then prints the sum. يبقى انا هتشيك الاول ان الرقم ده ايفن. طب والله هو لو ايفن فانا اشوف بقى هو ديفيزيبل باي 3 او ديفيزيبل باي 5. لو كده اروح جمعه على مخزن بتاعي، المخزن ده مثلا هسميه ايه؟ الصم. بعدين هيطلب مني ايه؟ الصم ده والافريج. يعني مثلا لو في اللفه بتاع ال10 لفات دولت بقى في 3 ارقام عندي، بس ال3 ارقام دولت مجموعهم
حوالي مثلا خلينا نقول 10، فبعد كده الافريج بتاعي هيكون 10 على 3، صح ولا غلط؟ كده صح. بس هو ده كل المطلوب، فخلونا نشوف الموضوع. طبعا في ملحوظة هنا بيقول لك لو النمبرز اللي دخلت مثلا كانت حاجة زيرو مثلا، تمام كده، فبالتالي انا عايز اطبع رسالة اقول ايه، نو no average. حلو كده. طيب تعال نشوف كده هنعمل ايه. هنكتب هاش انكلود IO stream بعدين using namespace 3، تمام كده. بعدين اخش على المين فانكشن بتاعتي. حلو كده، حلو. طيب خلينا بقى نفكر في المسألة. انا اول حاجة كده ان انا عايز اعمل 10 iterations. في العشر iterations دولت عايز اشوف الرقم، كل مرة اعمل تشيك على الرقم ده. فبالتالي 10 iterations يعني ايه؟ على طول يجي في دماغي الفور لوب، تمام. فايه، انا اول حاجة هعمل مخزن مثلا ان اشيل فيه الرقم اللي داخل لي، هسميه مثلا num. حلو كده، حلو. طيب بعدين for int i equal 0، تمام كده. بعدين اقول i اصغر من 10، بعدين i بلس بلس. ليه الفور لوب دي؟ عشان الف 10 لفات، تمام. ايه اللي يحصل؟ اسي ان في كل مره انا عايز استقبل رقم، اسي ان نم. بعد كده انا عايز اتشيك النمبر بتاعي ده هل هو زي ما هو قاله. يبقى ايه الشروط اللي هو قالها؟ اول حاجه ان هو يكون ايفن. طب لو طلع ايفن اتشيك بقى ان هو ممكن يقبل الاسم على 3 او يقبل الاسم على 5. فبالتالي تعالى نشوف ازاي نتشيك الرقم ده ايفن. نتشيك ازاي ان الرقم ده ايفن؟ دي قديمه قوي يعني، بتخش كده تكتب اف مثلا النمبر ده اللي هو النم، بعدين نقول اللي هي علامه الموديولس على 2، موديولس 2 بيساوي 0، بحيث ان انت ما فيش باقي اسم على 2، يبقى كده خلاص الرقم ده ايفن، تمام كده، تمام. طيب هو كده احنا عرفنا ان هو ايفن، بس ما تاكدناش ان هو بيقبل الاسم على 3 او الخمسه. فبالتالي هعمل اف كونديشن كمان، اقول له ان نم ده الموديولوس بتاعه على الثلاثة يساوي زيرو. لما اقول له ان الموديولوس بتاعه على الثلاثة يساوي زيرو دي، او ان هو يطلع بزيرو فعلا، يبقى هو بيقبل الاسم على الثلاثة، لان اللي هو لما بيتقسم على الثلاثة مفيش باقي اسم، فبالتالي هو بيقبل الاسم على الثلاثة. طيب بعد كده لا، انا مش بس بيقبل الاسم على الثلاثة، او دي يعني اور بتكتب كده في سي بلس بلس، اور ان هو بيقبل الاسم على خمسة، فبالتالي برضو على خمسة بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. حلو قوي. يبقى انا كده اللي انا وصلت له بعد الشروط دي كلها ان هو ده النمبر فعلا. فبالتالي انا هعمل انت مثلا صم، مخزن اسمه صم، ولازم اديله انيشاليزيشن بزيرو، يكون بزيرو، بحيث ان انت عارف لما بتديش قيمه مبدئيه للفاريبل الكومبايلر يديله اي قيمه. فبالتالي انا مش عايز كده، انا عايزه يبقى بزيرو عشان يطلع لي رقم اكيوريت، تمام. واعمل انت كاونتر عشان اعرف عدد الارقام، واعمل الكاونتر ده بزيرو. طيب لما الاقي بقى الرقم والله اللي انا بدور عليه ده، يبقى اكتب sum equal، او نكتب sum plus equal اللي هي sum equal sum plus plus ايه بقى؟ plus num عشان اضيف عليها النمبر، واكتب counter plus plus، تمام كده؟ تمام، كويس قوي. طيب وبعدين بقى بعد ما تخلص اللوبس دي كلها والكلام ده كله، اجي اقول له لو سمحت see out the sum is، واطبع sum، تمام؟ واقول له لو سمحت برضو اطبع لي الافريج، average is، تمام كده، واقول له ايه؟ اطبع. طيب تعالى نعمل سيف ونعمل تيست للكود بتاعي. قال لي ان في مشكله. تمام، هو الافريج انا طبعا مش عامل فاريبل اسمه افريج، الفكره كلها ان انا الافريج عشان اجيبه هطبع المجموع على العدد، فبالتالي انا ما عملتش فاريبل اسمه افريج، بس ممكن اعمل سم اوفر كاونتر عادي جدا. وانت عايز تجيب الافريج او المتوسط بتاع اي حاجه بتعمل مجموع على العدد بس. تعالى كده نعمل سيف ونشوف كده خلاص، تمام. تعالى نزود 4 3 9 6 7 5 1 4 8 3. هو كده عمل المحاولات بتاعته فطلع لي السم ايكوال 6 والافريج ايكوال 6. طيب هل انا كده خلصت كل حاجه في السؤال؟ لا، ناقص بوينت واحده بس، ان هو قال لي التشيك الاول ان هي مش زيرو، عشان لو زيرو انت هتطبع نو افريج. فبالتالي انا عشان اطبع الكلام ده لا، لازم اعمل اف ستيتمنت الاول، اف ان انا اقول الصم بتاعي نوت ايكوال زيرو، تمام، فاطبع الكلام ده. طيب إلس اطبع نو افريج، يبقى سي اوت نو، تمام. بس يبقى كده ان شاء الله ايه الكود شغال معايا، تمام. طيب خلينا نبدا في السؤال التالت. السؤال التالت بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا عندي حاجه اسمها السوبر سيكونس. ايه السوبر سيكونس ده؟
خلينا نشوف المثال اللي هو مديهولنا ليه هو بيقول عليه سوبر سيكونس عشان نفهم يعني ايه سوبر سيكونس اصلا. بيقول لك السوبر سيكونس ده يعني ان يبقى في عندي رقم اهو، الرقم الاولاني والرقم الثاني. ده الشرط عشان ده يبقى سوبر سيكونس، ان الرقم الثاني ده يبقى اكبر من او يساوي ضعف الرقم الاولاني، او بكلمات اخرى يعني الرقم الاولاني ده يكون اصغر من او يساوي ضعف الرقم اللي بعده. بمعنى ضعف الواحد كام؟ لما اضربها في 2 تبقى 2، فهل الاثنين دي اصغر من او تساوي 2؟ هي هتساويها، فتمام يبقى ترو. طيب الاثنين دي لما اضربها في 2 تطلع كام؟ 4. طب هل الاربعه اصغر من او تساوي الاثنين؟ اه هي تساويها، فتمام. طيب الاربعه دي لما اضربها في 2 تطلع لي 8. طب هل الثمانيه اصغر من او تساوي التسعه؟ اه هي اصغر منها فعلا. طيب 9 في 9 في 2 بكام؟ ب 18. طيب هل ال 18 اصغر من ال 25؟ اه هي اصغر من ال 25، تمام. يبقى ده فعلا سوبر سيكونس. طيب خليني بقى اشوف اللي هو بيقول لي عليه ده مش سوبر سيكونس، اللي هو 1 2 4 8 8. ليه ده مش سوبر سيكونس؟ لان انا هفضل لحد ال 8 دي، تمام ماشي كويس قوي. لما اجي اضرب ال 8 دي في 2 تطلع لي 16. طب هل ال 16 اصغر من او تساوي ال 8؟ هقول لك والله لا، فده مش صحيح. طيب خلينا نشوف ده هننفذ ازاي ده كده في الكود. طيب اول حاجه هكتب عندي هي include hash include io stream، بعدين هكتب using name space std، بعدين اخش اكتب المين فانكشن بتاعتي، تمام كده تمام. طيب هعمل ايه؟ اول حاجه انا لازم يبقى عندي رقمين. لو انت مش فاهم واحده واحده، بعد ما نخلص الكود هنمشيها تاني من الاول وهتبقى واضحه قدامك ما تقلقش. طيب خليني اقول اول حاجه ان انا لازم اخد اول رقم، فبالتالي لازم عشان اخد اول رقم ده اخزنه في فاريبل، فاعمل فاريبل اسميه اكس مثلا عشان اخزن فيه اول رقم، بعدين اسي ان عشان استقبل الاكس ده، يعني اول رقم كان في المثال اللي عندي. يعني خلونا نكتب كده مثلا كومنت هنا كده، مثلا كان عندي 1 2 4 8 25، تمام كده تمام. تقريبا كانت سيكونس كده او دي كانت 9، مش فارقه كتير يعني. طيب فبالتالي اول رقم اللي هو الواحد ده انا عايز استقبله، حلو كده. طيب استقبلته، بعد ما استقبله هكتب دو، تمام دو. طيب هعمل ايه؟ اسي ان الواي، بس لازم اعرف الواي الاول، فبالتالي هعمل ايه؟ ممكن اعمل انت واي هنا، الواي دي اللي هي هتكون تاني رقم بالنسبه لي، حلو كده. طيب استقبلت الواي، هعمل مقارنه بالواي مع الاكس، المقارنه اللي هي اصلا الشرط ان ده يكون سوبر سيكونس ولا لا. طب كانت ايه؟ كانت ان الواي الرقم التاني ده يكون اكبر من او يساوي ضعف الرقم اللي قبله اللي هو الاكس، تمام كده تمام. طيب لو كده فبالتالي انا محتاج اقول ان الاكس ايكوال واي. طب ليه الاكس ايكوال واي؟ لان انا خلاص يعني انت تعالى تخيلها كده، ده كان اول رقم وده كان تاني رقم، لما عاوز اكمل اللي تشيك لازم ده يبقى يرجع مكانه بقى، يبقى ده اول رقم يبقى ده مكان الواحد، لان انا خلاص اتشكيت الجزء الاولاني ده، فبالتالي عايز اتشيك اللي بعده، فده يبقى اول رقم اللي هو الاكس، عشان لما اقارن الاربعه اقارنها بالاثنين، فعشان كده انا عملت اسايننج للواي مكان الاكس، او للاكس يعني ان هو بقيمه الواي. ارجو ان الحته دي يعني تكون اتفهمت. طيب إلس، إلس انا لازم ابريك من بره اللوب دي، يعني لازم ابريك اطلع من اللوب، لان خلاص إلس يبقى الشرط ده ما اتحققش، فبالتالي ده ايه؟ مش سوبر سيكونس، تمام تمام. طيب الكلام ده خليني اقول ان هو وايل عشان تفضل تتكرر على طول لحد ما ايه، لحد ما الشرط ده يرجع لي انه بفولس، هي ترو في السي بلس بلس بتكتب تي سمول، تمام كده. ولازم لما اكتب احط سيمي كولون في الاخر هنا. طيب تعالوا نعمل تيست، 1 2 4 9 25، خليني اقول 4، تمام. فبالتالي ايه؟ ده مش سوبر سيكونس. طيب خلينا ندي المثال اللي هو كان قايل لنا عليه، اللي هو 1 2 4 8 8، طلع بره، يبقى ده فعلا مش سوبر سيكونس، يبقى كده ايه؟ المساله اتحلت معانا وبكل بساطه. طيب دلوقتي احنا في مساله رقم 4، عايزين نشوف المساله دي بتقول لك ايه. بتقول لك ان كان في طريقه الناس البابليين زمان بيستخدموها عشان يحسبوا السكوير روت، الجذر التربيعي لرقم ما، رقم معين، فلنفترض اس. يعني انا بقول لك دلوقتي هات لي الجذر التربيعي لرقم 10، فالاس دي هي الرقم اللي انت عايز تجيب له جذر التربيعي، وليكن هو 10، تمام كده تمام. طيب كانوا بيستخدموا القانون ده، انت تبص على القانون ده الاول وهله كده تحس ان هو قانون معقد بقى ومش عارف ايه والكلام ده، لكن هو بيقول لك ان هم كانوا بيجوا يعملوا ايه، يقول لك ان انا هفترض اكس كده انيشال، اكس ابدا بيها،
ولتكن ب2 3 4 10 مش مهم، هو انا حددها لك في المساله انها 1. الاكس انيشال هي دي في المساله اللي هي الاكس ان دي، تمام؟ فتقول ان الاكس ان دي ب1. حلو كده، حلو. بعدين ايه اللي يحصل؟ بعدين تروح عامل عليها بلس الاس، الاس ده الرقم اللي انت عايزه، على الاكس اللي هي اللي انت افترضتها ب1. كل ده جوه القوس مضروب في نص. الكلام ده كله بيساوي الاكس الجديده. يعني عارف كده لما اقول لك اكس ايكوال اكس بلس 1، بحيث ان انا ازود على الاكس 1 واروح حاططها في الفاريبل بتاع اكس، فالقيمه القديمه الاكس تتمسح ويتحط بدلها دي. هو ده نفس الكلام، ان هو بيجيب الاكس الجديده دي بتساوي نص في الاكس القديمه زائد اس اللي هو الرقم اللي انا عايز اجيبه له على الاكس القديمه دي. تمام كده؟ تمام. الفكره ان هو كل مره بيجي يعمل المحاولات، لو هو لف 10 مرات، في المره رقم 10 هيبقى وصل لرقم اقرب للسكوير روت الحقيقي فعلا، للرقم اللي هو المطلوب. لو لف 15 مره هيوصل بدقه اكتر. فهو هنا قال لك والله انا عايزك تلف 100 مره. 100 مره دي معروفه خلاص بقى، احنا حفظناها ريبيت بريفيوس مش عارف ايه 100 مره دي، يعني انا عايز منك فور لوب بتلف 100 مره بس، ده اللي انا عايزه منك. تمام كده؟ تمام. طيب ده انا كل اللي انا عايزه في المساله، هلف كام مره؟ 100 مره. الرقم اللي انت عايزه اللي هو الاس ب10، والاكس اللي هبتدي بيها ب1. تمام؟ تمام. طيب خلينا نروح نشوف الكود. كود سهل جدا ان شاء الله. هاش انكلود اي او ستريم، تمام؟ بعدين يوزنج نيم سبيس، نيم سبيس غلط، نيم اس اس تي دي، بعدين انزل على المين فانكشن بتاعتي. حلو كده؟ حلو. طيب هعرف التو فاريبلز اللي هو قال لي عليهم اللي هم الاس والاكس. فاقول ان انت اس، هو قال لي ابدا بالاس ب10، الرقم اللي انت عايزه تجيب له السكوير روت هو 10، فبالتالي انت اكس اس هي ب10. طيب وقال لي الاكس بكام؟ ب1. فبالتالي ممكن حد يجي يكتب ايه؟ انت اكس ايكوال 1. فاقول له لا، خلي بالك ان السكوير روت مثلا لرقم زي 10 بالتاكيد ان هو يطلع رقم فلوت، فبالتالي هو الناتج النهائي اصلا هيتخزن في الاكس دي، فبالتالي لازم اعمل الاكس دي فلوت. تمام كده؟ او ممكن اخليها دبل كمان. تمام؟ تمام. طيب بعد كده اعمل ايه؟ اعمل فور لوب. فور لوب بقى خلاص تعودنا عليها، انت اي ايكوال 0، اي اصغر من 100، اي بلس بلس. تمام؟ تمام جدا. ايه اللي يحصل بقى؟ اكس ايكوال 0.5، 0.5 دي اللي هي هاف، مضروبه في قلنا الاكس زائد الاس مقسومه على الاكس. بس كده، هي دي العمليه الحسابيه. هيفضل يلف 100 مره، واخر قيمه للاكس هي دي هتبقى الناتج بتاعي. اجي اقول ايه؟ سي اوت بره اللوب بقى خالص. تمام، سي اوت ذا سكوير روت اوف اللي احنا الاكس بتاعنا او الاس، عشان ده الرقم اللي احنا كنا بنجيب له سكوير روت، ونقول الناتج بتاعنا اللي هو الاكس. بس كده، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. هيلف 100 مره ويطلع لي سكوير روت اوف 10 ايكوال الرقم ده. لو انت فتحت الكالكوليتر بتاعتك هتلاقي الرقم ده. طيب نيجي للسؤال الاخير، هو سؤال بسيط جدا، وانت اصلا ممكن تجربه على اللابتوب، بس يعني هنحاول نشرح اي نقطه غامضه فيه. هو بيقول لك ان دلوقتي عندك كود، الكود ده انت فيه فاريبلز A و B و C و D. كل فاريبل منهم انت مديله قيمه، ال A ب 4، ال B ب 3، ال C ب 2، ال D ب 1. تمام؟ وبيقول لك ما انا عايزك تتوقع كل جمله من دولت هتطبع ايه. هو عموما ده لما نعمله امبلمنتيشن على الكود، هو هيبقى كده ان انا عرفت اربع فاريبلز عندي بالقيم اللي هو مديها لي، ونقلت بالظبط كل جمله هو كاتبها لي هنا نقلتها عندي في الكود بالظبط. فانا ممكن بكل بساطه اصلا اروح اعمل ران واشوف هتطلع لي ايه. زيرو هات وحي. طبعا الزيرو معناها فولس، الواحد معناها ترو. طيب ممكن نبص بصه سريعه. طبعا انت عارف هل ايه تساوي واحد، فلا، هي الاي ب 4 مش بتساوي واحد، فلازم تطلع زيرو فولس. فكل الكلام ده مفهوم، الاند والاور الكلام ده انت اكيد فاهمه. تعالى بس ممكن الحاجه البسيطه اللي ممكن ما تبقاش عدت عليك قبل كده، ان المفروض لو انا قلت سي اوت مثلا نوت دي، دي المفروض تطلع فولس. طيب لو قلت حاجه زي نوت سي ماينس دي، طيب هي سي اصغر من دي؟ سي ب 2 والدي ب 1، فالسي مش اصغر من الدي، فبالتالي دي فولس. طب لما اقول نوت فولس تطلع لي ب 1، عشان كده اخر حاجه طلع لي ب 1. ده كان شرح سريع ومبسط ليها، وهي حاجه اصلا ممكن تجربها على اللابتوب بتاعك. شكرا ليكوا جدا، اتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، سبسكرايب للقناه، وممكن تعمل شير مع اصدقائك عشان يستفيدوا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.